دقت ساعة الصفر بتوقيت رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي للقضاء على الفساد والفاسدين. الكاظمي وفي خطوة تعد هي الأجرى لرئيس حكومة بعد عام 2003 أصدر أمرا ديوانيا بتشكيل لجنة دائمة للتحقيق بقضايا الفساد والجرائم التي تحال منه حصرا. اللجنة برئاسة الفريق الحقوقي أحمد أبو رغيف عن وزارة الداخلية وعضوية مديرين عامين من جهازي المخابرات والأمن الوطني والنزاهة. تقوم اللجنة بطلب أي أوليات أو معلومات من الوزارات أو الجهات غير المرتبطة بوزارة، استدعاء من تقتضي مجريات التحقيق ذلك. ينسب 25 محققاً و15 موظفاً إدارياً لإسناد عمل اللجنة. وما كان منتظر تحقق على يد الكاظمي، وذلك من خلال تكليفه جهاز مكافحة الإرهاب بتنفيذ أوامر القبض الصادرة عن اللجنة والقضاء بحق كل من تثبت عليه قضية فساد. الجهاز الذي طالما تغنى بشجاعته وكفاءته العراقيون في معارك التحرير من دنس إرهاب داعش يخوض اليوم معركة أخرى لا تقل ضراوة عن سابقتها ضد من سرق قوت الشعب. لا وقت إذن كي ينتظر رئيس الوزراء سرقة ما تبقى من خيرات وثروات البلد، فضرباته الاستباقية بداية لاستعادة حقوق شعب يتطلع لاستعادة وطنه من قبضة حيتان التبعية والفساد.